لو كل مرة بتتوهوا كل ما تروحوا آيكيا فدي مش صدفة. بول هاريسون خبير في علم نفس المستهلك، ولما تسأل في انترفيو قال ان الديزاين بتاع ايكيا عامل زي المتاهة، وده تكنيك ايكيا مستخدمينه عشان هم من زمان بيفكروا في طريقة تخلي الناس تقضي وقت اطول في ايكيا من غير ما يجبروهم على ده. ولو تاخدوا بالكوا هم حاطين حاجات على الشبابيك ومغطيينها عشان تفقد الاحساس بالوقت جوه وتفصل عن العالم الخارجي. اما بالنسبه لطريقه عرض الحاجات هناك، هم كانوا حابين ان احنا جوه كاننا يعني بنتمشى في كتالوج. وبول هاريسون علق على الجزء ده وقال ان احنا كبشر مش احسن حاجه في التخيل، ودايما بنبص للناس والافكار عشان نجت انسبايرد. فايكيا خلوا الفرنتشر معروضه بطريقه تخليك تتخيل حياتك المثاليه، والنيه لو جبت دول وعملت الاوضه بتاعتي كده. فبكده كل ما بنقضي وقت اكتر في ايكيا كل ما نسبة ان احنا نشتري حاجة بتعلى.